جلسة نيابية تشريعية تخللها هجوم على حكومة الرزاز ومطالبات بإنصاف المتقاعدين في قضية الدخان واتهام عريض لرئيس وزراء سابق بالضغط على أو من أجل إدخال ملابس نسائية مسرطنة للسوق المحلية. التشاركية ليست هنا، التشاركية في التعيينات اللي بتسووها لحالكم، التشاركية في المخالفات اللي بتسووها بغرفة مغلقة وانتوا قاعدين في قاعة مجلس الوزراء جايين تضحكوا علينا هسه تقولوا تشاركية عشان بدكم تسووا هيئة مستقلة. أنا ضد الهيئات المستقلة. هجوم على حكومة الرزاز تحت قبة مجلس النواب عقب مداخلات لبعض وزرائه تحدثوا فيها عن تشاركية الحكومة والبرلمان في إصدار القوانين وآليات العمل. التشاركية شفناها وحكمنا عليها من شهر 5 بالقرارات الفردية اللي بتتخذها الحكومة والمجلس آخر من يعلم بهذا الرئيس الذي لم يغادر عمان لغاية الآن ويعتقد أنه رئيساً للحكومة لأهالي عمان ولتويتر فقط. خلال الجلسة التشريعية أخذ مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 الحصة الأكبر من نقاشات النواب بين مؤيد ومعارض. ورغم عدد النواب المعارضين والمتحفظين على القانون، سعت الحكومة جاهدة في تمرير مشروعها. أملنا أنه عندما يحال هذا القانون إلى اللجنة تبحث جميع النقاط اللي أثيرت، فإذا كان هناك طريقة للقيام بالمهام المطلوبة لأجل تحسين العمل في مجال التعليم المهني والتقني أفضل من هذا القانون، فحق اللجان المختلفة في مجلسكم الكريم وحق مجلسكم الكريم أنه يضع البدائل وحق الحكومة أنها تناقشها. لكن في النهاية نجح 48 نائباً برده للحكومة كونه يؤسس لإنشاء هيئة مستقلة، وهذا أمر لا تحتمله خزينة الدولة ولا حاجة له. قضية الدخان بقيت حاضرة خلال الجلسة وسط مطالبات بإنصاف المحالين إلى التقاعد على إثرها وتحقيق العدالة. بخصوص إنصاف من تعرض لظلم، ولن أتطرق لأي اسم بعينه لأنها قضية وطن والظلم ظلمات. أما ما يقلقني أن يجري ربطها بقضية أشغلت الذهن العام ألا وهي التعيينات، ولذلك مطلب عادل بصورة عليها سؤال. وفيما النواب منشغلون بأعمال الجلسة يرمي النائب صالح العرموط اتهاماً من العيار الثقيل تحت القبة ويطالب الدولة بفتح تحقيق موسع وعلى أعلى مستوى. حيدر الزمن تدخل به شخصيات ومراكز قوة ورؤساء حكومات لإدخال مواد مسرطنة وخاصة اللباس الداخلي للنساء. اللباس الداخلي للنساء اتصل رئيس حكومة ليسمع بمواد مسرطنة في هذا الخصوص، فأين نحن وأين المروءة في هذا الوطن؟ ومثلما دار الجدال حول مشروع قانون المهارات المهنية والتقنية، احتدم نقاش النواب حول مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع تستهدف فيه الحكومة البنوك الإسلامية لحفظ حقوق صغار المودعين.